التحية تتجدد بحضراتكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا الكرام في صباح هذا اليوم من هنا من أرضية ميدان سيف العرب أحد أفرع ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي تسير هذه الانطلاقة ويسير هذا الشوط الخاص بمنافسه الابكار شوطنا الخامس آه الذي يسير بهذه الشعارات وهذه الاسماء الغويه في هذا العالم آه الساحر اسير وابدا مباشره بمقدمه هذا الشوط والمركز الاول ارتياد اللي تتقدم على المركز الاول وتندفع من البدايه على مقدمه هذا الشوط مطر بن عبد الله بن نومه الاكتبي اللي يندفع على مقدمه هذا الشوط وعلى المركز الاول بينما التغيير على المركز الثاني في هذه اللحظات اللي تتقدم مشاهدينا الكرام لفته بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعه في عمليه التضمير والتدريب تعود مع خليفه بص سلطان بن رشيد السويدي بينما المركز الثالث ثالث المراكز اللي تأتي في هذه اللحظات وتتقدم صيادة لسالم بن عيد بن عبيد المهيري بينما رابع المراكز رابع المراكز اللي تتقدم في مشاهدينا الكرام سمحة وتغير ريل الصدارة لمانع بخليفة بن رشيد السويدي بينما المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات اللي تنطلق على خامس المراكز في هذه اللحظات هذه هي الكاسبية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعملية التضمير والتدريب تعود مع أحد الخبراء سعيد بن سالم الينيبي اللي يراقبها في عملية التضمير والتدريب بينما ننتقل إلى المركز السادس لتأتي زميلتها الظبية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم لنيبي اللي يتولى عمليه تضميرها وتدريبها على مستوى المركز السادس بينما المركز السابع هذه هي وبره لسعيد بن غدير بن عبيد الاكتبيه تحتل المركز السابع بينما المركز الثامن هذه نشوه لاحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي من يحتل المركز الثامن في هذا الشوط هكذا هي مشاهدينا الاعزاء النتيجه للثمانيه المراكز الاولى المنطلقه في تحديات هذا الشوط وفي مسيره هذا الاندفاع اللي ايضا تحمل لنا هذه الشعارات الغويه والعملاقه نعود الى الصداره ونعود الى البدايه الاولى ما شاء الله السيطره من صياده تبحث يبحث عن الاقتناص بناموس هذا الشوط على مقدمة هذا الاندفاع لسالم بن عيد بن عبيد المهيري اللي يغودها على مقدمة هذا الاندفاع الجميل المركز الثاني هذه هي سمحة لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي المركز الثالث اللي تتقدم ارتياد لمطر بن عبد الله بن نومة الاكتبي بمتابعة النادر اللي يراقبها في هذا الاندفاع الجميل المركز الرابع المركز الرابع اللي تتقدم في هذه اللحظات واللي وصلت الظبي بشعار سمو الشيخ حمدان بالراشد راشد المكتوم وعملية التدمير مع سعيد بن سالم لنيبي يوصلون ونشوة. نشوة،, نشوه 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 بدات تنتشي في هذه اللحظات مع الناطق الرسمي مشاهدينا الكرام احمد بن عتيق بن عبيد الرميث اللي تابعها في هذه المسيره اللي تسير المركز الخامس حصل دخول وتغيير من وبره لسا... لسعيد بن غدير بن عبيد أكتبي هذه هي النتيجه للخمس المراكز الاولى و بعود الى الصدارة الاولى بعود الى المركز الاول والى صيادة 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 اللي مسيطرة على زمام الامور على مقدمة هذا الشوط لسالم بن عيد بن عبيد المهيري يوصلوا الناطق الرسمي واصل الناطق الرسمي ما عنده هدوء ما شاء الله مع نشوة نشوة لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي ينتقل من موقع إلى موقع آخر المركز الثالث هذه سمحه لمانع بن خليفه بن رشيد السويدي ورابع التحديات تنطلق ارتياد لمطر بن عبد الله بن نومه الاكتبي ولكن بعود بعود الى شعار الشعر على مقدمه هذا الاندفاع مع ال 500 متر الاخيره سالم بن عيد بن عبيد المهيري يا بن عيد روح الناطق الرسمي رافع رايه التهديد هنا مع انطلاقه نشوه 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 احمد بن عتيق بن عبيد الرميثي الفوز يحتار الى وين الى وين السبق ما شاء الله وتبارك الله يبدو انها السلامات! تروح وتذهب على ظهر صياده صياده اللي اقتنصت ناموس هذا الشوط تهانينا لسالم العيد عيد بن عبيد المهيري سلام سلام المركز الثاني نشوه لاحمد بن عتيق بن عبيد الربيثي المركز الثالث فاصبح من نصيب سمحه لمانع بن خليفه بالرشيد السويدي المركز الرابع اتت في ارتياد ايضا مطر بن عبد الله بن نوم الاكتبي المركز الخامس فاصبح من نصيب وبر لسعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي هكذا مشاهدينا الاعزاء نتيجة للخمسه المراكز الاولى التوقيت الزمني ثمان دقائق وثمان ثواني تهانينا والناموس لمالك صياده سالم بن عيد بن عبيد المهيري